لماذا تتساءل؟ تفجرني الروح وأذوب كملح في كأس، وأصير شظايا من خشب أصفر أحمر. لماذا تمسل الأشباح لذاكرتي؟ لماذا العوسج ينمو في الأجفان والنهر يصير رمادا والأعماق شظايا؟
والحكايه هذه وليت مقلقته. اما هو معظم وقته يعديه مع هروج، وانا يا نقعد نسمع بكاه ونواح ويا ضحك ولعب. حرمني حتى من الخروج باش نشوف الناس. النار تخلف النور، تسكنك بد السماء، يغيب النهار تتقلب حياتنا ليل. هذيك علامات ساعة كشفها رهبان، زارني وعطاني أمارة النبوة. وعلاش اختاروا معبدك انت من دون المعبد الكل؟ أنا سليل القديس مع البحر، وتتصالح الروح مع البر. تعويذة ما تقراتش قالها القديس سليل في بداية الخلق. كل ثمرة يأكلوها تولد بشر على بشر. يدي الخلق موت مرتاحة يوم لثا موت. الموت تعوض لي اللي تعدى. عدد ذنوبك وحكيهم وأنا نطلب لك الغفران.